مشاهدي قناة شوق تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من بن سليمان. فأمطار قليلة هذا الصباح فضحت البنية التحتية بالمدينة، العديد من أحياء حي النجمة وحي الغولف فيهم برك مائية كبيرة، والصورة أمامكم توضح ذلك. فالعديد من الأحياء داخل المدينة توجد فيها برك مائية، كأننا نتواجد في شي بحيرة ولا في شي مكان. الصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي. فالعديد من البرك المائية الموجودة بداخل المدينة بحي النجمة، أيضا كاين برك مائية أخرى كثيرة بحي الغولف، صراحة فعجيب وغريب. عديد من الأشياء تثير أكثر من علامة استفهام بداخل المدينة، فصراحة أمور كثيرة لم تفهم وغير واضحة صراحة. فمشهد غريب ومشهد صادم صراحة، العديد من البرك المائية داخل المدينة وبالضبط بحي النجمة، يعني ما بين النجمة والقدس، أيضا كاين برك مائية أخرى بحي الغولف. نتمنوا الخير إن شاء الله، نتمنوا أمطار الخير تزيد تهاطل للبلاد، ولكن في المقابل خاص المسؤولين يقادوا البنية التحتية وتفاديا لأي مشاكل احنا في غنى عنها. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، فبرك مائية عديدة توجد بعدة أحياء بالمدينة والصورة توضح ذلك. فالعديد من البرك المائية توجد كيف ما ذكرت سالفا بالعديد من الأحياء وسط مدينة بن سليمان، فبرك مائية موجودة بحي الغولف، برك مائية موجودة بحي النجمة، برك مائية أيضا موجودة بحديقة لالة مريم. فتمنوا من المسؤولين يشوفوا من حال هذه المدينة والمشاكل ديالها اللي أصبحت تشكل خطر كبير على الساكنة، كمشكل ديال الحيوانات اللي أصبح كأننا نتواجد في قرية مهجورة، أنواع الحيوانات كاملة كتسارى داخل المدينة، أيضا مشاكل ديال الإنارة اللي ضعف إنارة في عدة أحياء، وهو مشكل اخر ديال البرك المائيه اللي كتسبب حتى هي خطر كبير وكبير على الساكنه وعلى الناس اللي كيمروا من حداها. كتكون سياره غاديه بسرعه فكيتلاح الماء على التلامذ، على الوليدات، على العائلات صراحه. فنتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله مع قدوم فصل الشتاء وهذه الخيرات فرحنا، ما بالمقابل خاص المسؤولين يحاولوا يقادوا امورهم ويقادوا البنيه التحتيه تفاديا لبعض المشاكل اللي احنا في غنى عنها في هذا الفصل، فصل الشتاء. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، منظر غريب أمامكم على الصورة، العديد من البرك المائية موجودة بداخل المدينة وبالعديد من الأحياء، فمنظر غريب ومشهد صادم. العديد من الأحياء تعاني من هذا المشكل
مشكل ديال البرك المائيه فين ما كتصب الشتاء، فالبرك المائيه موجوده بكثره في العديد من الاحياء، يعني البنيه التحتيه ضعيفه وضعيفه جدا. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله المسؤولين يشوفوا من حال هذه المشاكل ويتدخلوا في اقرب وقت، لاننا نحن في فصل الشتاء وهذه الامطار الخير كتطل للبلاد تفاديا لاي مشكل احنا في غينا ديالو. اذا الصوره واضحه امامكم، ما بقى لي الا نودعكم مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، دمتم في رعايه الله، نلتقي في بث مباشر اخر، الى اللقاء ان شاء الله.